ستارتوب يو ديزاينر كانت على دي فورم جاليري داير الابليكاسيون برونغلي كانوا طالعوا هذا ولا صافين كيكون جو اوكي كان نديرو هذا تقطيع هادي جو كان نديرو هنايا هاد النخل نشدو هاد النخل هكا اوكي كان نديرو ديك 16:9 بحال غادي لا مينياتور ديالها كتجي كتقطع على ريليز باش تسيليكسيوني الصورة بحال الا غادير على مينياتور ديالها المينياتور ديالها المينياتور ديال يوتيوب كدير هاد اللقطة هادي هذا الراديوس ولونغلي عليها باش يداير هادشي كتوطى على بوردر كتوطى على بوردر بحال قلتي ستروك كتختار شي لون هنايا هانتا كتكبر شوية الصورة ايوا شوية هانتا باش تعطيك هاد الجمالية هادي هانتا كتجيب هادوك هادوك الصور الاخرين بهذه الطريقه هذه كتقطع على هذه طالع الصوره هذه كتقطعها كتشد هذا كتقطعها بحال هكا اللي كتشد الصورة ديالها الدوم اوكي ني داكشي علاش ما بغاش تطلع ليا قبيلة يعني واش تطيح ليا في التطبيق داكشي علاش ما بغاش تطيح ليا في التطبيق يعني كانت عندي كابتينيزا وصغيرة كديرها كبرها بالطريقة هذه كنجيبو ديك الصورة الأخرى كنحطوها حداها حداها هاهي ديال الدومينيت هاهي كنرجستريوها ديريكت كبروها كنجيبو الراديوس مي على حسب انت الشكل اللي بغيتيه المهم اي حاجة ما بيجيش قاعد شغلي مذاق الأصالة والجمال منذ 20 سنة شوينا احنا شي جبلي ولا الله يديكم خليونا نخدمو ها ودي التطبيق كيطلعو فيه الإشارات مشكلة ها هو قاعد ما بغاش قاعد يفوت هاد الإشارة هذا ها هو إن شاء نجي لهنا كدير الحمار ما على حسابي المهم باش غادي يبان بلي راه الدوم المهم كتجي المرحلة ديال الكتبة اصلا انت مكوبي الكتبة ديالك يعني عندك بحال هاد الكلافيه هادي راه توقع فيها الكتبة مكوبية مقاومة الأمراض المزمنة تكوبالينا كاع سيت تقطع على هادي كتجي على هاد لو فون اوف لاين اوف فون زعما ماشي ديالها انا اخر كتجي لهنا كتختار الخط اللي بغيتي كتختار هاد 64 نيت كتزيد عليه شوية الشاداو بالبياض شوية كتجي دير لو هادي هو شفت الصفار ولا اللي بغيتي نديرها في الفصفر نيت كبرها جبي
باش كان صايب الصور للسيت ديال الطريق 64 تاتو لفون وين تقدر بدا شي لفون هادي يجيك هو هداك هو يكون جداب ولا 39 المهم الأحسن هاد 64 خا زوين ولا 63 تا هو زوين تكبرها بهاد الطريقة هادي اوكي اجي كتختار هادي ديال الكتبة وكت كتعطيه واحد تعطيه يعني واحدة الجملة أخرى كتجي هنا كدير لوفون كدير الكولور بعدا أبيض ونزيد لوفون تختار 64 ولا 63 المهم غنقلب انت تقلب على شي خطوط زوينة ندير 64 ندير شوية ديال الشاداو ونمرر بلك حل نجي هنا كدير هذا بالأحمر كتصغر كتكبر كتصغر كتكبر ها انت انت تعطيك هذا صافي كتخليها بحال هكا كتقد هادو كتجي هنا كدير داك اللوغو في القنت الى بغيتي ديرو كنقلب على اللوغو نعم ها هو اللوغو اوكي كتجيبو كتصغرو حتى هو هانتا كصورو بحال هكا وكديرو هنا إيوا هادي غير تجربة حتى نقدو شي لوغو زين ولا شي لعيبة صافي بهاد الطريقة هادي كدير اون ريجستري لما دينا السايز غادي دينا السايز 16 على 9 اوكي صافي هي هذيك طلعت هي هذيك هذه اللي نسدو هادي نسدو هادي قفل قفل باش ما نتحكمو في هاديك ديال الكتبة الصفراء شوفو بينا شي اشهار الله يهديكو انت باش نبطوها لتحت اوكي غادي نوطاو على سيف نوطاو على 0700 و 6960 يعني دابا صافي راه طو ريجيسترات الصورة ديالنا ها هو سيكس اف دي غنمشي و غنطلو كبلا صافي نترجسترات فايل شوفو لي ماش الفيديو طويل ولكن اش غادي ندير ما عندي ما ندير كنت كنحاول باش نقصر الفيديو ولكن مع للأسف الشديد هاهي
شتوها كي طلعت ناضية ديال بصح ناضية مسافين الاضطرابات النفسية وقامت الأمراض ناضية ديال بصح. إيوا نتمنى نعيشكم الدهر، تبارك الله عليكم، هي الله خير، نلقاكم بخير إن شاء الله.